النقيب زيان اللي يعني حاول يعرقل سير المحاكمه وما يخليش المحكمه هو الاسحاق هو الاستاذ اسحاق شانية ما خلاوش المحكمه تعرض الاسئله ديالها على الشاهده امل هواري. اليوم مره اخرى استاذ النقيب زيان انا تنقولها امام الراي العام تجاوز كل الحدود اكثر من الشكل الذي رمى به الصحفيين يرمي به زملائه ويرمي به القضاء ويرمي به النيابه العامه. يتفوه بكلام نابي في مجلس القضاء. وما يمكنش هذا الشيء يستمر. ما يمكنش تيقول واحد المثال سي توفيق بوعشرين صبر العزه يصبروا والبكا يكفروا. وبالتالي هذه الوضعيه هذه ما غاديش تبقى مستمره بهذا الشيء. السجيل مره اخرى بالاضافه الى ما تم تداوله من كون ان هذه المشتكيه بالضبط قد تم ضبطها في سيارة إحدى المشتكيات ببيت بسيارة دفاع أحد المتهمين والضابطة القضائية دارت المعاينة ديالها وهو محامي هذا ويدافع عن المتهم هذا كيف غادي تفسروا أنتوما وكيف غادي تفسروا اللجنة الحقوقية اللي تأسست من أجل إجلاء الحقيقة. اليوم كيبان على أنه جات يطلب هذا السي إسحاق شانية الأستاذ إسحاق شانية التخابر مع الموكلة ديالو علما أنه منذ الجلسة الأولى وضع نفسه في المنزلة بين المنزلتين وغاب عن الجلسات. المحكمة كتقالت له أودي أنت من المفروض راك متخابر مع الموكلة ديالك وحدد المركز القانوني ديالك. ولما المحكمة بدات كتسائل مع الموكلة تيبقى يهمس ليها في الودن ديالها والأستاذ النقيب زيان بالصمت وبعدم التكلم ويزيدوا يعرقلوا كيعرقلوا العمل وعدم نفيذ امر المحكمه في مجلس القضاء. هل تريدون ان نبقى احنا مكسوفي الايدي؟ ما يمكنش. دخلنا وحتجينا وقلنا هذا ماشي معقول سواء بالنسبه للمشتكيه او المصرحه اللي حضرت الاولى اكدت ان واحد جزء كبير من اللي مضمن في المحضر ديالها هو منسوب اليها بعض الاشياء تما ما تتفقش معها ورغم ذلك وقعت على الخضر وقلت لها انا واش كطعني بالزور في هذا الملف؟ قالت بانها ما تطعنش فيه بالزور وقلنا انتهى الكلام وفعلا في هذا الملف انتهى الكلام. هذا محامي وجالس في الجلسه وسمع في الجلسه السابقه الافاده ويعرف ما كانت الشاهده في كاينه وكيتستر وكيحرق العمل العداله ولما الضابطه القضائيه مشكوره عملات على تنفيذ الامر تحت اشراف النيابه العامه يعني كيدير واحد لو تريك بور فير ان بلوكاج بالنسبه للمحكمه وغنتسداو لكل تجاوز وما غاديش نسمحوا بالخلق ديال شروط اللياقه والتهجم على الضحايا ديالنا او التهجم على